دور الجماعي هو بالأساس هو في تشجيع التعمير. من الاختصاص القانوني يخول للجماعة إصدار وثائق التعمير في إطار تعاون مع المؤسسات الوصية. هذا هو الدور الأساسي ديال الجماعة، أما هو أنه توجد الوثائق ديال التعمير، والوثائق ديال التعمير فيهم بالأساس تصميم التهيئة الحضرية، وهو ما أنجزته الجامعة في نهاية سنة 2014، أنه أصبح نتوفر على التصميم ديال التهيئة الحضارية اللي ديال 2014-2024، وإنجاز تصاميم الهيكلة. هذا هو الجانب الأساسي، وتوفير وثائق ديال التعمير، بالإضافة للمراقبة ديال عمليات البناء واستخلاص الرخص إلى آخره. أما الإشكال الثاني اللي هو ديال تخفيض أثمنة العقار كيحد فيها كتأثر فيها مجموعة من العوامل. هو أولا العرض ديال العقار اللي متوفر، نوعية العقار، واش هو ملك خاص، واش هو ملك عام، واش كاين هنا، واش كاين واحد الرصيد عقاري كما في جماعات أخرى اللي يمكن التعبئة ديالو باش يكونوا تجزئات بأثمنة منخفضة. مع الأسف حنا فايت بها ما عندناش الملك، ما يسمى بالأملاك، أملاك الجموع اللي هي في الغالب كتوظف في جامعات أخرى بحال الجامعات السهلية اللي فيها الملك ما يسمى بملك الجموع، أو الأراضي السلالية اللي كتخدم بأثمنة بسيطة، وبعض الأخطار الأملاك المخزنية. حنا في الجامعة في أيت بها عندنا جوج صنفين ديال الأملاك، كاين الملك الخاص ديال مواليه، وهو يعاني كذلك من مشاكل كثرة الورثة، تعددهم، تشتتهم، تشتت هاد الورثة في مجموعة من المدن في المغرب، إلى حد يصعبوا معه حتى التجميع ديالهم والحديث معهم في إطار مثلا زعما نزع الملكية أو شيء من هذا القبيل. والنوع الثاني ديال الأملاك هو الملك ديال المياه والغابات، وهو من أصعب أنواع الأملاك اللي متاحة التي يمكن استغلالها، لأن الملك ديال الغابات لا يباع. هو كيعتبروهما الناس اللي وضعوا هذه المسائل، وخا عندنا اختلاف معهم، لان احنا لا نعتبر بان ان كل الاملاك اللي كاينه في المنطقه الجبليه راه ملك ديال الغابه، ولا كاين املاك ديال الخواص ربما اداره المياه والغابات وضعت يد ديالها على هذه الاملاك بطريقه او باخرى. ولكن احنا اليوم نطالب ان هذه الاملاك نستافدوا منها احنا كجامعات باش نوفروا من بين الامور هذه المسائل ديال توفير رصيد عقاري باثمنه مناسبة خصوصا الفئات محدودة الدخل. إذا احنا كخطوة أولى وجدنا الوثائق ديال التعمير، تصميم التهيئة الحضارية، التصاميم ديال الهيكلة، وكخطوة ثانية نشتغل عليه حاليا هو نديروا بعض التجزئات النموذجية، وأخبركم بأن بدات هذه العملية ديال التجزئات كتحرك، أن واحد المستثمر من أبناء المنطقة اللي غادي يوجد واحد التجزئة سكنية قريبا في التراب ديال الجامعه، وعندنا بعض الملاكين حتى هما اللي تكتلوا في اطار تكتلات باش تعاونهم الجامعه باش نحاولوا نفسحوا لهم المجال في هذه المناطق اللي فيها كثره الملاكين. اي خطه، سؤال حول اي خطه لتوفير فرص الشغل هو سؤال عميق ومعقد، لان فرص الشغل لا ترتبط بالجامعه او بالمؤسسه، فرص الشغل ترتبط بالمنظومه الاقتصاديه. واش حنا عندنا اقتصاد متحرك، واش عندنا انتاج، واش عندنا واحد ديناميكيه في النسيج المقاولاتي، ان زعما تناول قطاع الشغل من منظور المؤسسات ديال الدوله، لا الجامعات ولا القطاع الدوله كمشغل رئيسي، ما عمرنا غادي نوصلوا فيه لشي نتيجه معينه، لان الطلب على الشغل يتجاوز بكثير ما هو متاح من فرص الشغل. الا بغينا نخلقوا فرص الشغل ولا نساهموا، خص تكون عندنا واحد خطه موحده، تكون فيها الجامعات، تكون فيها الاداره، الوكاله ديال انعاش التشغيل، تكون فيها المؤسسات ديال الدوله، تكون فيها الفلاحه، كل قطاع معين يعطينا اشنو عنده كامكانيات ديال التشغيل. هذا بشكل عام، وكل ما دخلنا للمغرب العميق، كل ما خرجنا من المدن الكبرى وتوجهنا للمغرب العميق، وبعض الجامعات بحال الجامعه تيتبان اللي كتواجد في واحد مجال ترابي اللي هو مصدر للهجره وليس مستقطب للهجره، والا ويكون السؤال ويكون التحدي اكبر. هذا لا يمنع انه ما نديروش المحاولات اللازمه
ديال باش يتحرك سوق الشغل بأي مستوى. احنا المهم يكون واحد الحركيه، انه مثلا الجماعه حاليا بصدد اعداد واحد الشطر ثاني ديال الحي الحرفي اللي غيكون فيه واحد المجموعه ديال المحلات اللي غادي توضع راه اشاره ديال الناس الحرفيين الشباب اللي عندهم واحد المهنه في يدهم، وبغاو يفتحوا محلات ديالهم بلاصه ما يبقاو خدامين عند الناس، يديروا هما المحلات ديالهم الرسوم. تقريبا غتكون فيه واحد 45 محل تقريبا. عندنا واحد المشروع ديال المدار السقوي ديال سد السوس اللي يمكن ان يستوعب مجموعه من فرص العمل، تقريبا واحد 280 هكتار هي كاينه ومغروسه وكذا، خص وكاينه جمعيه اللي هي كتسير هذا المشروع، والدراسات عطات ان ممكن الناس الشباب ديال المنطقه يشتغلوا فيها. كنحاولوا من خلال هذا المجهود اللي كنديروا باش نفتحوا التعمير، من حيث مثلا ندوزوا الطرقان ونفتحوا التعمير باش من بعد الى تحرك البنيره غادي تحركوا مجموعه من الحرف. اذا كاين مجموعه من الامور، ولكن انا اقول واؤكد على ان مساله التشغيل راه يجب التعامل معها بشكل جماعي. راه عندنا وزاره وصيه للتشغيل في المغرب، شنو دارت؟ شنو قدمت لنا احنا كجماعات او كمناطق جبليه؟ عندنا وزاره اللي عندها استراتيجيات ديال التشغيل، شنو قدمت لنا؟ اما الجامعه كتبقى واحد مساهم بسيط في هذا المجال، الجامعه مسؤوله بالاساس على خدمات القرب.